صباح الخير واهلا بكم مره تانية لكل الناس اللي انضمت لحضور حلقتنا اليوم من برنامج صباحات سودانيه اليوم الجمعه. قلنا ان هي فقره مميزه وقلنا انها حتكون حلقه اكيد بموضوعاتها حتكون مختلفه وكمان فيها فايده لكل الناس اللي هي هتتابع. الفقره الجايه دي فقره جميله، فقره مليانه كده بالعظات وبالعبر. بتكلم عن القصص في القران الكريم، وبتكلم عن دوره في واقع الحياه. بنتكلم عن أنت منهج خاص ومناسب لكل الأعمار لكل الأزمان، فيه قصص كثيرة وفيها عبر، ما بس هو مكتوب من باب المرح والتسلية، ما من باب أنه حتى يطفي مساحات فاصلة عشان ما تقوم تروح عن النفس بين الآيات والآيات الأخرى، لكنها هي كانت جزء أصيل جدا من كتاب الله عز وجل عشان نأخذ منها العظات، عشان ما نأخذ منها العبر، وكمان تكون دليل نهتدي بهم في أشد الأوقات عتمة. سعيدين جدا نتكلم أكثر عن الموضوع ده ونشوف القصص اللي هي بتوجهنا للطريق الصحيح في حياتنا، ونقدر تماما نتعلم منها ونتثقف ونتفقه في ديننا الإسلامي، وكمان نملكه للناس الغير، لأنه بجد الدين الإسلامي يعني دين سمح جدا ودين بيبعث الطمأنينة لقلب الإنسان. وسعيدة أكثر كمان يكون معي داخل الاستوديو أستاذ الفاتح إبراهيم دفع الله الباحث. صباح الخير وصباح السعادة عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على هذا الاستضافة. الله يكرمك يا رب. عايزة نتكلم أكثر عن القصص في القرآن الكريم، ولأي درجة هي ممكن يكون مليانة بالعظات والعبر ومهمة جدا لحياة الإنسان. القصص في القرآن الكريم مهمة جدا في التربية وفي الترقي للأمم، والدليل على كده أنه الله سبحانه وتعالى أنزل على أمة كانت جاهلية، وهذه الأمة بواسطة القصة القرآنية تحولت من أمة جاهلية إلى رائدة الأمم، وهي الأمة العربية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التجربة طبعا ما تكرر في التاريخ أبدا، وكانت للقصة الدور الأول في تحويل المجتمع من مجتمع متناثر فقير وبينه عداوة وبينه خصومة وبينه ثأرات إلى مجتمع رائد قائد للأمم. فالقصة لها دور كبير جدا في رقي الأمم وفي ترقيها وفي التربية كذلك. طب يعني حتى القرآن الكريم كان فيه ممكن قصص كثيرة فيها دلالات ورسائل حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، يثبت قلبه ويبعث الطمأنينة، وأنه يدخل كمان إيمان أكثر أنه في ناس مؤمنة بالرسالة الخاصة الرسالة المحمدية. نعم طبعا، قبل أن تأتي الأوامر النواهي إلى الصحابة رضي الله عليهم لا بد أن تأتي الغدوة الحسنة، تأتي القصة عشان تبعث فيهم هذه القصة هذه الغدوة الحسنة الاستعداد لتلقي الأوامر. وممكن هم يبحثوا على كده عن الأوامر، مش هم عايزين ينفذوا الأوامر، لا هم عايزين في أشياء يعني يؤمروا بها، مثلا زي الجهاد، ما كانوا مأمورين بالجهاد وكانوا عاوزين يجاهدوا، يقولوا لا الآن انتظروا وكفوا أيديكم. فلذلك القصة لها دور كبير جدا لبعث الشخصية من داخل للداخل. المفردات والمعجزات التسلسل. قصة واحدة ممكن تأثر، قصة واحدة من قصة القرآن، يعني أنا قصة القرآن كثير. لكن جزئية من قصة تؤثر في الشخصية. فإذا ما ممكن تكون في شخصية تمر على كل القصص وتخرج بدون فائدة، وفي هذه الحالة بيكون في شقاء. يعني إذا كان في شخصية مرت على كل القصص القرآنية ولم تستفد من ذلك، هذه تكون هي الشخصيات التي قال الله سبحانه وتعالى عنها كذلك نسلكهم في غرور المجرمين لا يؤمنون به. لكن أي شخصية فيها أي جانب من الخير، وهذه هذه جبلة للفطرة الإنسانية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على الفطرة. فإذا القصة القرآنية تعيد الشخصية إلى هذه المنهجية الربانية التي الله سبحانه وتعالى بعد عليها الأنبياء والرسل. يعني الأنبياء والرسل هؤلاء هم نماذج، فيأتوا إلى البشر ليعلموهم، وتأتي القصة لتكون دلال على ذلك. وفي كل ذلك معانا، يعني الآن نحن مثلا بنعيش في معاناة الآن، فنحن الآن هذه المعاناة أحسن نعيشها في شكل آخر في منهجية الرسالة. منهجية الرسالة فيها اصطفاء، وعلى الاصطفاء ابتلاء، وهذه هي القصة. طيب يعني إحنا نتكلم عن دليل خاص بالحياة، إحنا عايزين نطبق القصص اللي هي جاءت في القرآن الكريم على واقع حياتنا، واستنادا طبعا على كم قصه مثلا ممكن تكون هي توجدت في القران الكريم على اساس انها تدعم للبشريه يعني عموما. هذا هو المقصود، يعني هذه الحكمه الربانيه، وهذا هو المقصود لنا، ان القصه تؤثر في حياتنا، وبقدر ما تؤثر القصه في حياتنا
هي تكون الاستفادة. وبقدر ما تكون القصة موجودة في البيت في تربية الأبناء تكون هنالك في البيت الالتزام ويكون في البيت التربية. يعني مثلا أنا تجربة شخصية لي الآن في بداية الحلقة ذكرت لي ذلك. يعني أنا ما أخذت المنهجية القرآن إلا من فم الوالد رحمه الله في أن كل يوم جلسة مع شاي الصباح أو المغرب يقوم يقصرين قصة من قصص القرآن بطريقة بسيطة طبعا. فتأثرنا بذلك. فلذلك في التربية لابد أن تكون القصة مستحضرة بحيث أن الشخص يكون الآن زي الكاميرات الآن مهم موضوع علينا. هكذا الشخص يحس أنه تحت المراقبة. طب يعني إحنا عايزين نأخذ قصة أصحاب الكهف ونقدر نستند عليه. أنا عايزة بأسلوب بسيط برضو وبطريقة جميلة ومبسطة أحكي عنها وطلع لنا دلالات والعظات اللي إحنا ممكن نستند عليها في حياتنا. ممتاز جدا، أفضل اختيار. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه القصة أم حسبت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فيعني أعطى الله سبحانه وتعالى لنا بمثال من الفتية في هذه القصة الجميلة التي بدأت في سورة الكهف، وهذا اليوم هو أيضا يوم الجمعة. فتصدرت هذه القصة سورة الكهف، وزكى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الفتية تزكية عالية جدا، وجعل جزء من العلوم التي أو المواهب التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الفتية سر لا يتكلم فيه، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستبت فيه منهم أحدا. يعني في هنالك علوم الآن غير قابلة لأنه نعلم ليه، لأنها أصبحت أسرار. وكثير أي شخص يكون صالح لابد أن يكون جزء من صلاحه مخفي. لماذا؟ لأن هذا سر الدار الآخر أيضا. فلهم مكان عالي جدا. لا شك أن فتية أصحاب الكهف غدوة حسنة في أمة سابقة، هي أمة الروم أيضا التي ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتاب الله، وهذا التاريخ مغفول عنه. فهم في التربية درجة عالية جدا في التربية، في تربية الفتية، على أنهم تمسكوا بهذه المنهجية العالية، أنهم بحكم أنهم صغار لا يكونوا تبع لمجتمعهم، بحيث أنهم ينزلقوا إلى هذه الوثنية. فهم قد نووا بذلك ولجأوا وألجأهم الله سبحانه وتعالى وآواهم إلى هذا الكهف، فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. أعتقد أن هذه القصة الآن لو وضعناها في عالم التربية وفي المناهج هي القصة الأولى. يعني مفترض هكذا بالنسبة للصبية والفتية والفتيات أيضا، لا نقول كلهم، يعني نذكر لهم هذه القصة بحيث أن يتولد في نفوسهم أنهم يتمثلوا بهذه الغدوة الحسنة لهؤلاء الفتية الذين يعني هم يمشوا على منهج الرشاد إذا كان مجتمعهم على منهج الرشاد، لكنهم يمتلكوا القدرة على اتخاذ القرار، لأن الشخص الصغير لا يمتلك القرار. فالشخص الغرير، الشخص الصغير لا يمتلك القرار، وامتلك القرار فاعتزلتهم بأنهم يعتزلوا أمتهم. وكذلك في ذلك الزمان كان ملك، طبعا القصة الآن الحمد لله عندي كاملة، يعني الآن يعني هذه القصة الآن يمكن أن تكون إذا أردنا أن نفردها بالدراسة يعني تحتاج مجهود كبير لتمحيصها كاملة، بحيث أن هؤلاء الفتية تمسكوا بالإيمان. طيب عندما أول الله سبحانه وتعالى جاءت في هذا الموضع، جاءت الدلالات وجاءت الآيات الربانية، حيث التقت الآيات الربانية مع الآيات الكونية مع الرحمة الربانية في هذا الكهف. فيعني هذا الكهف الآن مثلا في هذه الصورة أي شخص لو استطاع، والدلالة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي نفسه، قال النبي وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. هذا هو التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي خير الإنسان يسمع به يجب أن يحاول يقترف من هذا الخير. فلذلك الصبية عندما نعلمه أو المجتمع عندما نعلمه هذه الأصول وهذه المبادئ العالية الموجودة في القصة القرآنية، بأنه أي شخص عندما يسمع هذه القصة يتأثر، لا بد أن يتأثر. أي شخص إنسان مهما كان يتأثر بهذه المنهجية، وخاصة إذا كان في هذه السنة التي هي فيها سنة الفتية. نعم، يعني إحنا نتكلم عن تأثير وتفكر في آيات وإعجاز قرآني كان متواجد في كل آيات نزلت من الله سبحانه وتعالى. لكن عايزين ندي كمان رسالة شوي. إحنا الناس بتقرأ إنه تخلص الجزء الأول وخلاص من غير ما يتفكر في الآية الأولى ذكر شنو ولا المقصود منها شنو ولا الرسالة وين. فأنت ما في مشكلة، ممكن تقرأ الآية أخذ فيها سنة، لكن تكون فاهم معانيها، لكن تكون فاهم الرسالة اللي هي عايزة توصلها. فالمطلوب مننا شنو إحنا بنقرأ ذاته في القرآن الكريم ده، التأني والتجويد وكذا، لكن عايزين نفهم بأسلوب بسيط. يعني فشو ممكن الطرق اللي إحنا نفهم بها آيات؟ أنا أعتقد أن التجويد أخذ حظه كثير جدا في هذه
الفضائيات وفي التدريس وفي الدروس يعني أيوه. بشكل ممتاز، وهذا مطلوب لأنه قراءة صحيحة مطلوبة. لكن التدبر ما أخذ حظه أيوه. في أنه معرفة الآية، وأنا أدعو الناس إلى قراءة القرآن مهما كان إذا كان بفهم أو بغير فهم، هذه هي دعوة الإسلام أصلا. لكن القراءة بفهم وراءها يعني فائدة كبيرة جدا، والتدبر وراءه فائدة كبيرة، وهذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، أفلا يتدبرون القرآن. فالقراءة بتدبر يعني بتخرج المعاني أيوة. لكن الآن مثلا الإنسان إذا أراد يستقي هذه المعاني طبعا هناك كثير، مثلا الاختلاف هو مصيبة، الاختلاف في المفاهيم أو العلوم أو التفاسير الموجودة أحد المشاكل التي موجودة الآن. إذا الإنسان وقفت آية مثلا عايز يرجع أيوة. عليها فما وجد مصدر مرجعية سريع أيوة. فوجد اختلاف، قال فلان كذا وقال فلان وفي التفسير كذا، فهذه أيضا مشكلة. فنحن الآن ممكن أن نوجد مثلا باختصار جمع لهذه العلوم بأنه نختصر العلوم بأنه نخرج المعاني حتى يحصل التدبر. فالقراءة يجب أن تكون ماذا بعد ذلك؟ إذا استمعنا للقصة القرآنية، يعني هذه القصة القرآنية هي أيضا أحد المفاتيح. إذا الإنسان استمع إلى قصة ووجد في هذه القصة مغزى، بعد كده أي قصة يقرأها أو أي آية يقرأها بيكون يعلم أنه لا وراء ذلك، تتحول قراءته من قراءة بغير تدبر إلى قراءة بتدبر. ليس المقصود من وراء كما قرأ من الأجزاء، ولكن ماذا فقها من هذه القراءة؟ يا سلام. أستاذ الفاتح إبراهيم، أنا عايز أديك مساحة أخيرة لو حابب تدي رسالة للشعب السوداني أو الشباب السودانيين أو حتى الأسر باعتبارها هي ممكن تكون المسؤول الأول والأخير للأبناء. والله أعتقد الرسالة دي ممتازة، وأنا أطلق تأجيل على ذلك أنه نحن الآن كسودانيين في حاجة نجهلها. أنا لا من خلال بحوث، وإن شاء الله تثبت هذه البحوث أو جزء من هذه البحوث في مراكز البحوث وفي جامعات، أن المجتمع السوداني هو أقرب المجتمعات إلى منهجية القرآن بالوراثة. فإذا تكون أمة السودان هي أمة رسالة، فإذا الإنسان عنده رسالة وضيعها مشكلة كبيرة. إذا الإنسان عنده رسالة ضيعها تكون مشكلة. ليه؟ لأنه يعني في ذلك كما ذكرنا في أول الحلقة له اصطفاء، يعني أي مجموعة أو أي شعب يعني يكون من شعب الرسالة، هذه من الله سبحانه وتعالى. فالشعب السوداني هو أقرب الشعوب حسب دراستي أنا الحمد لله أوكي. وحسب نعم إلى منهجية القرآن في القصة. يعني ما بنستطيع نعرف ذلك الآن، القرآن عربية طيب نحن أولادنا في عربيتنا في كلام، لكن في القصة بتأتي ماذا؟ أن البلاد التي تشد إليها الرحال، يشد إليها الرحال كبار الشخصيات، هذه بلاد ما سهلة، اللي هم الأنبياء مثل موسى عليه السلام ومثل قصة القرنين أنه ينتسب إلى السودان، ومثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجروا إلى هذه البلاد. فإذا بلاد السودان لها محظوظ عالي جدا وحظ عالي جدا من القصة القرآنية، وهذه فيها اثنين، أول حاجة فيها إرشاد وفيها بركة. فنزل الله سبحانه وتعالى أن نعرف مقدار ذلك ونتمسك به ونعمل به في التربية وفي والمناهج كلها. الله يكرمك ربي بكل خير إن شاء الله. أستاذنا الفاتح إبراهيم دفع الله الباحث الديني كنت معنا في حديث حول القصص في القرآن الكريم ودوره في واقع الحياة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وبارك الله فيك. الله يخليك يا رب.